بإذن الله تعالى وتوفيقه. شوطنا الثاني عشر والخاص بانطلاقة الزمول المهجنات الأصايل بشعارات أبناء القبائل رية هذا الميدان بهذه الانطلاقات هنا الصباحية التي نتابعها من أرضية هذا الميدان. صدارة هذا الشوط والمقدمة والمركز الأول والمندفع بالصدارة يأتينا بهذه الانطلاقة هنا الانكشاري يحيى بن سالم بالدربي لقتبي من يقدم لنا الانكشاري على المركز الأول وصدارة هذا الشوط بينما المركز الثاني شاهين على المركز الثاني محمد بن غدير بن عبيد لقتبي من يأتي على ثانية المراكز وعلى المركز الثالث والمنطلق مغذي خميس بن سليم بن راشد العويسي ومن الجانب الاخر رابعا العابر لسالم بن حمد بن عبد الله العفاري هنا ياتينا هذا الانطلاق والاداء الوصول هنا من مثير مسعود بن سعيد بن ناصر الزرعي من ياتينا خامسا بينما سادس مراكزنا المركز السادس والمنطلق هناك المارد مسلم بن سهيل بن هيا العامري من يقدم المارد بهذا الانطلاق سابع مراكزنا القادم هنا اللورد سهيل بن سليم بن حربي العامري من يقدم اللورد سابعا المركز الثامن يأتي مرزام حمودة بن محمد بالحوتة العامري من يقدم مرزام بهذا الانطلاق والأداء الجميل من الجانب الآخر المنطلق هنا بهذا الانطلاق الجميل مكلف القادم هنا محمد بن كميد بالذويب العامري منطلقا بهذه الانطلاقة وبهذا الأداء المميز الجميل المركز العاشر هنا يأتينا مطفي لسالم بن عامر بن راشد المدهوشي من يقدم لنا مطفي بهذه الانطلاقة وهذا الأداء ها هي الأسماء المنطلقة ها هي الأسماء الباحثة عن الفوز وعن الناموس وأسامي خلف المراكز العشرة الأولى أيضا متواجدة هنا بانطلاقاتها وتحدياتها. نعود مشاهدينا ومتابعينا الكرام إلى الصدارة نعود إلى المقدمة إلى المركز الأول إلى الاندفاعات وإلى التحديات ما شاء الله أربعة في موقع واحد هنا بقيادة شاهين من الجانب الآخر بقيادة شاهين هنا محمد بن غدير بن عبيد الكتبي من يقدم على الصدارة وعلى المركز الأول بينما المركز الثاني اللورد من غير هنا بتدخل سريع في هذه اللحظات قلب موازين الشوط رأس على عقب للسيل بن سليم بن حربي العامري المركز الثاني يتراجع شاهين محمد بن غدير بن عبيد لقتبي مغذي هنا ثالثا لخميس بن سليم بن راشد العويسي وياتينا هنا مثير مسعود بن سعيد بن ناصر الزرعي من يقدمه على المركز الرابع وخامس المراكز هنا الانكشاري يحيى بن سالم الدربي لقتبي من يقدمه هنا على المركز الخامس وسادس المراكز ياتي مكلف لمحمد بن كميد بن ذويب العامري هنا منطلقا على المركز السادس المركز السابع القادم مرزام حمودة بن محمد بن حوتة العامري وصل بن زيتون مع النشمي حمد بن عوض بن زيتون المهيري يقدم لنا النشمي بهذا الانطلاق والأداء من الجانب الآخر العابر سالم بن حمد بن عبد الله العفاري وعاشرا ياتي شاهين لسعادة مطر بن سعيد بن عبيد الحميري هنا من ياتي على المركز العاشر هذه هي النتيجة نتابع هنا الصدارة نتابع المقدمة نتابع المركز الأول وصدارة هذا الشوط هنا في انطلاقات وتحديات هذا الصباح وهنا اللورد على الصدارة
اللورد على المقدمة سهيل بن سليم بن حربي العامري منطلقا بصدارة هذا الشوط، وبالمركز الأول. المركز الثاني، المركز الثاني شاهين محمد بن غدير بن عبيد لجتبي ومثير على المركز الثالث، مثير هنا لمسعود بن سعيد بن ناصر الزرعي من يقدمه على ثالثي المراكز. والمركز الرابع مكلف محمد بن كميد بالذويب العامري متسللا أيضا بأدائه هنا وانطلاقته هنا بعد الأربعة كيلومترات. أما من الجانب الآخر هنا مغذي يأتينا بهذه الانطلاقة، مغذي المنطلق قميص بن سليم بن راشد العويسي. هنا نتابع الانطلاق، نتابع التحدي والقادم في هذه اللحظات. هنا يأتينا العابر سالم بن حمد بن عبد الله العفاري على سادس المراكز، والمركز السابع، المركز السابع والقادم الانكشاري هنا القادم بهذه الانطلاقة يحيى بن سالم الدربي هنا لجتبي. ويأتينا هنا النشمي حمد بن عوض بن زيتون المهيري وصوغان من الجانب الآخر، سعود بن يوسف بن غانم أهلي يقدم لنا صوغان بهذه الانطلاقة وبهذا الأداء الجميل هنا وتحديات هذا الشوط. عاشر المراكز شاهين لسعادة مطار بن سعيد بن عبيد الحميري. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى، هذه الانطلاقات والتحديات الجميلة. نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة. الصدارة والمركز الأول غير هنا مكلف، غير مكلف إلى الصدارة إلى المقدمة لمحمد بن كميد بالذويب العامري من انطلق إلى الصدارة إلى المقدمة وإلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط بهذه الانطلاقات والتحديات. هنا أيضا بينما من الجانب الآخر هنا يأتينا اللورد على المركز الثاني السيل بن سليم بن حربي العامري وشاهين، شاهين شاهين هنا المنطلق ثالثا بانطلاقة محمد بن غدير بن عيد لجتبي، والقادم العابر هنا لسالم بن حمد بن عبد الله العفاري وصوغان، صوغان هنا منطلقا بهذه الانطلاقة لسعود بن يوسف بن غانم أهلي من يأتينا هذا الانطلاق والأداء على المركز الخامس، مثير سادسا، مثير هنا مسعود بن سعيد بن ناصر الزرعي من ينطلق الانطلاقة سادسا، والمركز السابع، المركز السابع والقادم في هذه اللحظات هنا والمتسلل بالانطلاق والتحدي هنا النشمي اللي حمد بن عوض بن زيتون المهيري، وياتينا شاهين لسعادة مطار بن سعيد بن عبيد الحميري بهذه الانطلاقة والأداء. هناك مغذي المنطلق بهذه الانطلاقة، مغذي لقميص بن سليم بن راشد العويسي، ووصل ناهي بأول ندى حمد بن السيل بن حمد بن يطبع العامري من يقدم بهذا الانطلاق وهذا الأداء على عشر المراكز. هذه هي الأسماء المنطلقة مشاهدينا ومتابعينا الكرام هنا مع طاقة هذا الشوط بعد الالتفاف الأخير، وهنا الثنين كيلومترات ما تبقى على نهاية هذا الشوط. هنا نتابع، نتابع الصدارة، نتابع المقدمة، والمركز الأول هو الصدارة هنا بهذا الانطلاق والأداء. هنا مكلف، مكلف على الصدارة، مكلف على المقدمة وعلى المركز الأول صدارة هذا الشوط. مكلف المنطلق لمحمد بن كميد بالذويب العامري على الصدارة
على المقدمة والمركز الأول. المركز الثاني ياتينا العابر سالم بن حمد بن عبد الله العفاري واللورد. على المركز الثالث السهيل بن سليم بن حربي العامري وشاهين. هنا المنطلق بهذه الانطلاقة شاهين، هنا محمد بن غدير بن عبيد لقتبي بانطلاقات وتحديات هذا الشوط وصغان. خامسا يوسف بن غانم او سعود بن يوسف بن غانم اهلي المنطلق بهذا الانطلاق والاداء. هنا النشمي حمد بن عوض بن زيتون المهيري، وياتينا سابعا مغذي خميس بن سليم بن راشد العويسي من يقدم لنا النشمي بهذا الانطلاق والاداء الجميل. هنا ايضا ناهي حمد بن السيل بن حمد بن يطبع العامري يتواجد بهذه الانطلاقة والاداء. هنا على ثامني المراكز المركز التاسع شاهين، على تاسع المراكز لسعادة مطار بن سعيد بن عبيد الحميري، وياتي مزام حمودة بن محمد بن حوتة العامري على عاشر المراكز بعد الكيلومتر الأخير. وهنا بدأت الأسماء تظهر، ولكن الصدارة والمقدمة والمركز الأول وصدارة هذا الشوط هنا القادم. هنا مكلف محمد بن كميد بن ذويب العامري لا زال على الصدارة على المقدمة على المركز الأول، يسيطر على زمام الأمور وعلى الصدارة هنا وعصاه راقدة وآمنة حتى هذه اللحظات. المركز الثاني اللورد، على المركز الثاني السيل بن سليم بن حربي العامري والقادم بهذه الانطلاقة القادم. هنا صغان سعود بن يوسف بن غانم بن محمد أهلي القادم. الله 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 الله، هنا الغزال ما يبنى لطاري أول إذاعة محمد بن علي بن راشد القتبي من يقدم هذا الانطلاق هنا والتحدي الجميل. يا سلام هنا مشاهدينا الكروم، وتسلل الغزال محمد بن علي بن راشد لقتبي من غير على الصدارة على المقدمة، ولكن عاد مكلف في اللحظات الأخيرة هذا الانطلاق والأداء الجميل. إذن هنا واللحظات الأخيرة هنا نتركن المركز الثالث صغان سعود بن يوسف بن غانم أهلي والناهي حمد بن سيل بن حمد العامري، وأتانا هناك بالانطلاق والتحدي من الجانب الآخر وصل العابر سالم بن حمد بن عبد الله العفاري. نعود مشاهدينا ومتابعينا الكرام هنا إلى التوقيت الزمني ولحظة الوصول هنا بهذا الانطلاق والفوتو فنش هنا أيضا واللحظات الأخيرة بين مكلف وبين أيضا هنا الغزال، ولكن الغزال هو الأقرب للفوز محمد بن علي بن راشد لقتبي. تهانينا وناموس هنا في 13 دقيقة 4 ثواني هنا أيضا بهذا الانطلاق والأداء بالوفاء والتمام والكمال. تهانينا وناموس. المركز الثاني هنا أتانا أيضا مكلف لمحمد بن كميد بن ذويب العامري قاطعا المسافة في 13 دقيقة 4 ثواني بالوفاء والتمام والكمال أيضا. أما المركز الثالث فكان صغان من حل في المركز الثالث لسعود بن يوسف بن غانم أهلي في 13 دقيقة 6 ثواني بالوفاء والتمام والكمال. تهانينا والناموس.